Yo, Sam, welcome out there, it's your boy, I'm the headset. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a ما خافتي الهندسة الصوتية ولا الميكساج ولا تشغل حاجة هامة في الحياة اليومية سيختو سيختو بالنسبة لصناع المحتوى في اليوتيوب بس كويس حقا في بزاف صوالح مش شرط الغنى هذه خلوها بجانبيا قادر بيت شعري قادر قرآن ما نبانيش انا كاين بزاف خافتي بعد ما راح لي الفيديو الاول تاع الهندسة الصوتية اللي درتو بس كوك حقوق الطبع ولا شخبطوني بكوبي رايت تنخلع الو رجع هذا في الطريق وان شاء الله بربي يكون مفصل على الفيديو اللي فات والله هذا خافتي اذا شفتوا هذا الفيديو عاونكم واستفدتوا منه ابونوا فلاش اليوتيوب تحت عبد الحج اوفيسيال ما تخلوش تعبيروا بعضكم وكثرونا باللي جاب بصروت باسكو كل ما تكثروا اللي جابوا مزيد يطلع الفيديو مليح مليح وشوفوا واحد اخرين واذا غابتكم في اي حاجه ابوني في الانستغرام تاعي عبد الحج سيخرج منه لا منه لا انا ما باليش وتلقاوه تحت في الديسكريبسيون وكا بدون اطاله في المقدمه خلونا ندخل في صلب الموضوع هوم ستوديو ولا الاستوديو المنزلي بوضوغ نظر على ماتيريال كامل اللي تسحقوه تلقى لي بلي تاعهم تحت في الديسكريبسيون بيان سور حاجه بسيطه خاطر ودوكا ندير لكم عرض خفيف تاع برنامج هيك الماتيريال تاعي وليتس جو فوالا خاوتي كيما راكم تشوفوا هذا الميكروفون الحالي اللي نستخدمه بأمويسون باش تجيبو ولا تحصل عليه صافي بالطلب عبر الانترنت ولا كاين لي باج معروفين صافي هذو اللي يجرو لك امبورتيو لك من الخارج على نورمالمون هكذا وتزيد تسقسي وشوف وكاين اللي انا حسب ما اظن كيما انا صدو عن طريق صدفه سما ما على باليش كبير فوالا هذا واش فيه ما حاجه سامله هذا مكان وثاني ميكروفون نخدم به اللي هو هذا جاكسون جي 460 مليح شويه هذا الميكروفون لو ميم كاليتي تاع بأمويسون رخيص عليه ولو ميم كاليتي ديجا جاب لي ربي هذا خير يبان لي انا وهذا عباره عن بوب فلتر تقدر تخدم انت اي بوب فيلتر شوف اليوتيوب كيفاش تخدم بوب فيلتر وتخدمو قطعة قماش ولا ما على باليش ساهل مش حاجة صعيبة وتحقو بوب فيلتر مليح شوية اما بالنسبة لي باف هادو جامي نخدم بيهم باسكو انا الميكساج الميكسي بالكاس سما غير باش نسمع هكذا منين ذاك وعندي هادو جوج الميكروفون كنخدم بيهم مسبقا رجب هذا المايك ام بي سو انستريمونت غنيت بيه في كيفيتو انا مثل فانيك مفضل دوك تشوف كيفاش وعندي هذا ام بي سو اللي استخدمتو هذا ملاح زوج ملاح في الجيمينغ وكذا من هنا مش ملاح بزاف في الغناء وكاسك سوني غني عن تعريف كاسك دوكا خاوتي نروحو لي كارتو بالنسبة لي كارتو كيما راكم تشوفو كامل لي مايك لي غنيت بيهم كامل دوك تشوفو التجربة تاعهم بلا كارتو عبارك كارتو اي اس بي هذي كارتو اي اس بي دوك تحط صويرة تاع لهنا هذي اللي تسيبوها ورخيصة ومليحة ولا تحب صافي عندك تحب تشري كارتو واحدة أخرى غالية شوية أنا ننصحكم بهذي اللي راكم تشوفو فيها لهنا تاع ديرو واحد يورو ونص هكذا ولا ما على بالي مليحة شوية وتساعدك أي واحد مبتدئ تساعدو مش بروفيسيونيل احترافية بصح مليحة مو على كل أنت ما تسيش تبلاصي هادو صافي بالكاب جاك تاعهم بلاصي مليك في البيسي باسكو يعطو الكاليتي رادية وما تجيب دائما بحاجه فاصله بارزو بكارتو اي اس بي هما هذا واش كاين ودوكا دوك نروحو نشوفو التجربه تاعهم كيفاش دايره مليح بعد ما شفتو الماتيريال تاعي خاوتي شوفو لي بري تاعهم اللي تلقاوه تحت في الديسكريبسيون دوك ندير لكم مونتاج من الفيديوهات الخاصه تاعي باش نبين لكم الكاليتي تاع كل ميكروفون كيفاش دايره الحومه كلها موحلة دوك 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 كل تشوف الدنيا كحلة صحراء قحلة اليوم قرار جديد لعبوا بينا بالبيت ديت بليت دون سويت تحب الدرام تحب الباركي عينه في الاسم ماشي فيا قلت نحب اللي عمر صاكي بلاش اخمي دينا من والو شديت في خيط راشي ومأمم بروحي كباب لزويجة في الكلوة بلا كنيف وصايد الشيخ نمشي خوتي بعد ما شفتو كارتي تاع كل ميكروفون تما شوفوا لي ساعدكم الحاجه اللي تقدروا تشروها تقدروا تخدموا بها ماما كيما خدمت بها انا انتم تقدروا تخدموا بها دوكا لو ماما عطيت لكم رؤوس اقلام عليهم كامل الور ندخلوا في الميكساج فوالا اللي كيما راكم تشوفوا هذا هو البيرو تاعي لهنا نعب اللي مخلط مخربش يا ودي اسكت برك واللي عنده البيرو تاعو كيما انايا كومونتي تحت انا حسبكم شحال راكم مانيش واحد ياك فاه بو بالنسبه للميكساج انا بروغرام اللي نخدم به وساعدني وجاني سهل اللي هو هذا ميكس كرافت 8 برو ستوديو بو انت كطلع بروغرام كاين زوج كيما هضرت في الفيديو الاول كاين الاخضر والاحمر ما يهمش طلع اي واحد اخضر ولا احمر ما يهمش الحاجه الفرق الوحيد الصغير اللي بيناتهم انه اللي زي في هذا كاين اكثر من الاخر تسحقهم مش كامل سما باينينك شغل عفسه ثانويه بو انت كطلع بروغرام طلعوا من السيت الرسمي تاعهم بعد ما طلعوا تنستالي في البيسي تاعك وتدخل فيه هكذا فوالا دوكا كتدخل تدير اوكي زعما شغل هذه النافذه الجديده كامل اللي تفتحها دير اوكي ماهمش ما تسحقهاش هذه اللي انا اوديو تراك صافي شحال تزيد من المقطع الصوتي حتغنيه نتايا كملنا داير 20 باسكو انا غلط بزاف كاك فاهم ولا انا هذه بيست انسريمون هاي تخدم انت انسري ما تسحقهاش سما ديرها زيرو باسكو حنا الزازين نطلعوا من اليوتيوب بعد ما دير اوكي يدخل لك هكذا بروغرام فوالا هاو ساهل باين لا انا تحط الانسري ولا كيما تحب نتايا نجيبو انسري دوكا زعما من البيرو تاعي من البيسي تاعي قصدي عفوا هاو انسري عرف الجد بابا حطوه لهنا بشرط واحد برك تكون الفورماسيون تاع الانسري ام بي 3 باش يقراها البروغرام يتعرف عليها نجو باش نوجسرو المقطع الصوتي هاي لهنا حمراء شغل باينة ريكورد تكليكي وقت تهضر بالميكروفون تاعك فوالا اوكي مثلا لك فاهم هذا هو المقطع الصوتي كيفاش تونجسرها تحت صافي تحت الانسري تقدر تبدل الكولور بهذه الطريقه باش ما يتخلطلكش مع الانسري نحب نبدل لي كولور سي با خوتي بيرك خرج لكم شويه لا قول عارفوا باللي بسبت البروغرام اللي ريكوردي فيه المهم لا علينا نكملوا دوكا هذا هو المقطع الصوتي تاعك نسمعوه وقت تهضر بالميكروفون تاعك فوالا
اوكي بون ليكيب كيما كنتم تسمعوا كاين واحد التخاخيش خفيف في اللور نتوما لا بليبار ما عرفوش ينحوه. نقول لك فاش نحيه، كليكي دوفو على المقطع الصوتي فوالا هكذا، زيد لهذه للطرف، هذه ماشي معناتها راك زيد للجين تاع الصو، لا لا هذه راك زيد غير في الاخر الشكل تاع هكذا باه تعرف. ورات هذا النوز ريدكشن صافي تخرخيش في الخلفيه، روح لهنا الاوديو كليك عليها تشوف روح البلاصه فين راك مسيليكسيوني، يي سيليكسيوني هو اوتوماتيكمون يا انت تديها هكذا باريزومبل هكذا تديها البلاصه فارغه كامل وزيد صافي. كل ما زيد كل ما يقص تخرخيش على حسب واش عندك انت، كيما انا موالف نديرها 50 40 انت عندك تخرخيش كثر تزيد اكثر. اوكي شتو كيفاش راح، هذا هو البوان المهم. دوكا نروحو للبروجي كامل، دوكا انا خيرت لكم بروجي اللي خادمو انايا تما باش تسهل الامور. هذا بروجي خدمتو تاع الغنية يا بلادي اللي درتو انا وصاحبي ماديكا دوزاز وعمل جيفا، هذا هو الميكساج تاعو كيفاش داير، كارثه يا خويا تو تنخلع. بون دوكا باش نجيو ليزيفي اللي تسحقهم تما، عندك تاع ليزيفي تاع المقطع الرئيسي اللي هو هذا، وليزيفي تاع الدوبلور اللي نديرو هذا الدوبلور اللي يجي مور المقطع الرئيسي بارجو كلمه توالا نعاودو دوك تفهمو كيفاش. وهذا لهنا اللانسري او باين اللانسري اللي خيرناه مع بعض. دوك المقطع الرئيسي هذا راه بلا ليزيفي، دوك سمعوكم بلا ليزيفي كيفاش راه. ها نطفيهم كامل دوك بلا ليزيفي. كاسيفين ولادهم ربي في القصور كل شيء والاغليف قايد كوغو والدستور يا موطن علاش تقالي السياسة كوبي كولي العبيد وترفدوني هاك لادريس. فوالا كيما سمعتو خاوتي هذا راه بلا ليزيفي لهنا، بلا ليزيفي سما دوك نخدمو على المقطع الصوتي باش يولي ميكسي مع اللزري. تروح ليزيفي اللي تاعكم عندك الاولى هذه سبيد فيش، هذه ما تجيش مع البروغرام، ملاحظه هذه ما تجيش مع البروغرام، سما انت تطلعها لروحك. كيفاش تطلعها؟ روح لليوتيوب اكتب داونلود سبيد فيش فور ميكس كرافت يطولك اليد هذاك اللي سيبو في الديسكريبسيون طلعها. بعد ما تطلع سبيد فيش ديرها في كاش بدوسي منها في الدواسه تاعك. كيفاش تحاوز دوكا ديرها في بروغرام دوك نوري لك كيفاش. روح لهذه هذه لهنا كليك عليها دوكا لهنا، روح حوس هنا روح بلوجينز دوكا روح لهنا هذه كليكي دير اد كدير اد دوكا روح تسبيت فيش هذه باروز ولا اي فلتر ولا حطيته ولا ليزيف باروز حطيته في الدي تي ام في الجيمز انا ما على باليش في الدي في الاو دير هكا ودير اوكي سيليكسيون الدوسي ودير اوكي. بعد ما دير اوكي يخرج لك لهنا زيد دير اوكي لهنا يطلع لك وحده. بعد ما يطلع لك هذا سبيت فيش تحوس عليه هكذا حوس عليه مع هذو ليزيف تلقى واحد سبيت فيش دير اوكي يطلع لك لهنا. دوكا هذا سبيت فيش وشنو هي خدمته؟ خدمته الى حي ذاك التصفير شغل سا شا هذو التصفير الى حيهم يقلعهم. بعد ما دير سبيت فيش روح الايديت تاعك ويجيك هكذا وانت زيد له على حسب التصفير اللي عندك نقص له مع بالي. ودوكا نروحوا للايفيت دوزيام اوتو تيون. ودوكا نسمعوا الاغنيه راه بلا اوتو تيون راك شايف. كاسي فيف ولادهم ربيين في القصور كل شيء والاغليف قايد كوغو والدستوري هذه راهي بلا اوتو تيون. دوكا كي ندير الاوتو تيون ثاني بنفس الطريقه هكذا وسيليكسيوني الاوتو تيون يجيك هكذا. دوكا باش تريقلي الاوتو تيون دير كيما انا ما على باليش انا سيدك شغل هكذا وخرجت هكذا المهم تاعتكم على بالي. دير هذه نقصها للطرف هذه ديرها في الوسط ما بيش دير المهم خير الامور ابسطوها شايف. وعندك هذو زيد لهم لطر ما بيش وش يديرهم ومزيد لهم لطر انا زيد لهم لطر جبت بلي عزت لهم لطر. دوكا نروحو للكي كوا خلي الكيسي تسيبها باللي لافو تخسر. ها اسمع هاتو الكاسي فيف ولادهم ربيين في القصور كل شيء والاغليف قايد كوغو والدستور يا موطن علاش تسمعها باللي مخاسره شويه. دوكا بدا زيد روح لهذه واسمعها زيد روح لهذه واسمعها حتى تلقى الكيس صحيح كامل كيما انا لهنا لقيت الا لقيت الا هو اللي جا شباب كامل اسمع بلادي كاسي فيف ولادهم ربيين في القصور كل شيء والاغليف قايد كوغو والدستور يا موطن علاش تكالي السياسة كوبي كولي العبيد وترفدوني هاك لادريس. هاي بانت الخدمة على الاوتوتيون كيف دوكا نروحو للايفي اللي موراه. عندك كومبريسور حاجة الوحيدة اللي تخلط فيه اللي هذي الليفل تاعو واش حتزيد له انا نزيد له غير هنا. كون عندك لاف كل ما تكون عندك لاف ناقصة كل ما تزيد وملاحظة كل ما تزيد الكمبريسور كل ما ينقص كاليتي تاع الصوت تاعك. بون بعد ما دير الكمبريسور عندك الريفيرب هذا اللي قلت لك عليه هذه الايفي ما كاش في الاخضر كاين غير في الاحمر المهم ما دام ما كاش في الاخضر كاين ريفيرب عند اخر ثاني كيما نفس الخدمة تاعو اللي هو كلاسيك ريفيرب. دوكا الريفيرب تنقص له بيان سوا هكذاك ديرو اول خطر يجي خاسر شوية. كاسي فيف كيفاش نقص له نروح له ورا هذا هكذا دير المهم 1.9 هو الملعب كامل هكذا واسمع كاسي فيس ولادهم ربيين في القصور كل شيء والاغليف دوكا نروحو للايفي اللي مورا. عندك هذا بولترونيك كي ديرو ثابت بنفس الطريقة ودير هذا البولترونيك دير ايديت تاعو ريقل في هذا اللي تسحق تسمى تسحق يا اما هذا هذا اللي ديرو في ربعة ولا تقدر تزيد له اكثر ولا ترقص له اكثر وكل ما تزيد له كل ما توقف في كاليتي هذه ثابت باين. عندك هذه البوست والله ما باليش دير غير نزيد الجيم موالف ندير انا هكذا ثلاثة زوج ما على باليش واش دير المهم تديرها
تسمع بالميكروفون تسمع كاليتي اللي تحسك شغل عينك هي ميزه لك لهنايا وذنك هي ميزه. بعد ما درنا هذا وكتسمع لافوا ترجع شويه متفتحه على اللي كانت اسمعها. الكاسي فيث ولادهم ربيين في القصور كل شيء ولا غليظ افهمتوا بو. وعندك الديلاي الديلاي اسمع هذا ولا اخر كامل في اللي تسيل في اللي تحقهم. الديلاي هو تردد صوتي اللي يجي مر المقطع الرئيسي بارزو بدا مالك يقول كلمة تتعاود شعال تعاود من خطرة كما تكون في جبل تعيط هكذا عبدو ويتعاود عبدو 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 هذا ودي لاي ديرو روح الايديت تاعو في الديلاي تخدم عندك هذا هذا السوغود تايمينغ صافي شعال تقعد شعال يقعد الديلاي باش يجي مر لافو تاعك شعال يطول كما نديرو غير نزيد له غير شوية هكذا ولا غير شوية عندك لهنا صافي شعال زايدة لافو اللي يجي مر المقطع الرئيسي شعال تكون زايدة ديرها لهنا خير باسكو كل ما تزيد اكثر مو تزيد تنقص اسمع كايت كورو ودس ديرها لهنا هكذا لاباس مليحة هذي مليحة هذي متعقة بزاف تما هذا واش كاين غنوما في الديل ودوكا كملنا لي زيك دوكا نسمعو المقطع الرئيسي كيفاش ولا بهادو كاسي فيث ولادهم ربيين في القصور كل شيء ولا غليظ قايد كورو والدستور يا موطن علاش تقال السياسة كوبي كولي العبيد وترفدوني هاك لا كيما سمعتو خاوتي هذا هو تميكسات لاباس لاباس دوكا كون نروحو نسمعو الدبلور بلا لي زيفي كيما الاخر هكذا الدبلور اللي مطفيلو لي زيفي بلا لي زيفي كيفاش يولي ربي في القصور ولادهم ربي في القصور قايد كورو والدستور سياسه كوبي كولي هذه بلا لي زيفي هذا شغل والو دوبلور بلا لي زيفي كيفاش دير لي زيفي تاعو اولا الولب هذا ايزوتوب ايكواليزي ما يجيش مع البروغرام ميكس كرافت تما تطلعوا بنفس الطريقه اللي طلع بها سفيت فيش وتاجوتي ثاني في البروغرام الايكواليزي ما كاش ستوديو ما يخدمش به مام حتى ماشي في الدوبلور في اي حاجه يخدموا بايكواليزي وصح دوكا انا كيفاش سي دوكا تسمعت في الدوبلور تاعك تطلق الدوبلور راك تسمع فيه لا توم ربي في القصور قايد كورو وتستر سياسه كوبي كولي لحبيتو ترفتوني خدم بيعجبني هكذا وتقدر تبدل كيما تحب سما ما باليش تبقى تبدل لي زوزيل تبقى تبدل 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 في بزاف دوكا نسمعوها لاخر مره كيفاش ولات ونسمعوها كيفاش كانت بلادي كاسي فيث ولادهم ربي في القصور كل شيء ولا غليظ قايد كورو والدستور يا موطن علاش تقال السياسه كوبي كولي العبيد وترفدوني هاك فوالا خاوتي انا طفيت كامل لي زيفي وسمعوها دوكا كيفاش كانت بلادي كاسي فيث ولادهم ربي في القصور كل شيء ولا غليظ قايد كورو والدستور يا موطن علاش تقال السياسه كوبي كولي العبيد وترفدوني هاك نورمالمون هذا وسحقو كامل بالنسبه للانطلاقه في الميكساج وسما كملنا من ريكورد تاع البيزي الوغ نطفوه دوك نكمل لكم لافا تاع الفيديو السي بو خاوتي هذا واش كان عندي اليوم بصح قبل ما نكمل الفيديو خليني شغل نعطيكم هذه النصائح هامه نصيحه كاخ لاخ وكاخ لاخت انا هو الاخ في الميدان اذا انت ولا انت حابوا تنطلقوا في مجال اليوتيوب وتولوا تصنعوا محتوى وتخلي حتى واحد يصابوطيك ولا يهبطوا لك من المعنويه تاعك ولازم تكون دير ثقه تامه في روحك بلي عندك موهبه بلي تقدر تبينها للغاشي وما يمكن تاخذكش واحد لازم داك الانتقاد اللي مدولك تخليك شغل نقطه ترتكز عليها باش تزيد تطلع للمرحله الجايه واهم حاجه اهم حاجه انه ما كاش اللي يحب لك الخير من غير يمك وبابك وان شاء الله كل واحد يوصل للحلم تاعو وكل واحد يحقق الهدف تاعو في الحياه ما تنساش خاطر تابونو فلاش تاع عبد الحيت تاعو في سياب سكور مضر ان شاء الله تما غنى من حبس من شوي بلا نكمل غير شروحات هكذا شروحات هذه الصوتيه وشروحات المونتاج ما بقى لي غير نقول لكم خاطر نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده Combien mon gila, juste pour deux balles. Juste pour la monnaie, on tire des balles. Donne-moi l'abonné, même pas 20 balles. Laser mi, je l'ai connu, même pas 20 balles. Et j'ai commencé à taffer pour le bif. Ton père pleurait, ma mère, c'était pas dans mon dieu.